لا استحالة هعمل كده، دي الحاجة الوحيدة اللي متبقية من أمي، الحاجة الوحيدة اللي لما بلمسها بتطمن. بس إيه البديل؟ مفيش بديل للأسف يا رب. طيب أتصرف إزاي؟ ما هو يبيعها يا هنام في الشارع. لا أنام في الشارع. أهون من سوفيا تزعل مني. داليدا اتقتلت، أنا قلبي حاسس إنها اتقتلت، اتقتلت من غير أي ذنب، لا كل ذنبها إن أنا أبوها وإن أنت أخوها، دفعت الثمن عندي وثمن غبائك. عملتها في حياتها ما قدرتش أسعدها يوم، وفي الآخر سبت انها تموت بالشكل ده. بنتك ما اتقتلتش، بنتك خلعت مع ابن الكبير، خلعت وسبت لنا العار والفضيحه اللي تستاهل عليهم الذبح. انا كمان رايي من راي حسين. حرام عليكم، حرام عليكم، بعد كل اللي حصل لها من تحت راسنا وبرضه بتيجوا عليها؟ ورحمه امي ما حصل لها حاجه وتستاهل كل اللي انا هعمله فيها. مش مصدقك ومش هصدقها غير لما اشوفها بعينيا، مش هصدقها غير لما ترجعها لي يا ابني. اقول لك اعمل فيها اللي انت عايزه، بس رجعها لي، رجعها لي حسام، رجع لي بنتي.